مساكم بالخير والنور والسرور. متواجدين في مدينة بريدة، نفذنا فيها الخيمة الجميلة هذه. وتذكرون قلنا كل خيمة لها بصمة مميزة. شو البصمة اللي نفذنا فيها الخيمة هذه؟ النقش الجميل هذا على كلايدنج ما يتأثر لا بمطر ولا بشمس. ما شاء الله تبارك الله، ميزنا فيه واجهة الخيمة. يا سلام، الأركان واللون النحاسي يتناسب مع لون البي في سي الفوري. طبعا هذا سماكته 1100، نعطي على ضمان 10 سنوات، الوحيدين في المملكة اللي يعطي ضمان 10 سنوات، بثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم بالمنتج هذا. ان شاء الله تبارك الله. طبعا هنا كله زجاج دبل، زجاج الواجهات والباب دبل جلاس، اللي نظام استراكشر. نشوف الحين، ندخل من داخل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الجو استراكشر. سلام، عشان التهوية اغلاق تام، حتى الصوت عزل تام للصوت. شوف اختيار المصفق للقماش، هذا الجم، هذا الديكور الجانبي، وهذا السقف. السقف لحاله حكاية ما شاء الله، بس ربي يبارك له. طبعا كلها داخلية، اللي هو خشب قصلي.